عقدت في نيويورك قمة ثلاثية جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق. واستعرض القادة خلال القمة آخر تطورات مسار التعاون الثلاثي المشترك، كما أكدوا على دعمهم للحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وشدد القادة على ضرورة البناء على الانتصارات التي تحققت مؤخرا في المعركة على الإرهاب وضرورة القضاء الكامل على كافة التنظيمات الإرهابية أينما وجدت. وأكد القادة على أهمية الحل السياسي الشامل لأزمات المنطقة خاصة سوريا وليبيا واليمن ومواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف زعزعة الأمن القومي العربي. وفي ذات السياق عبر القادة عن التضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات التي تعرضت لها منشآتها النفطية، مشددين على أمن منطقة الخليج العربي.